السلام عليكم، حي الله المتابعين. نبتدي وإياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحلقة يا محفوظين السلامة راح أشوفكم تجربة أحد المتابعين بعد ما بنى بيت القصب اللي هو بيت للفناجس اللي بنيناه بواحد من الحلقات، شلون ابدا نجاحه وياه من اول استخدام. السلام عليكم، حياتنا لك والفرات. فرات شلون؟ ان شاء الله بخير يابا. هذا عملنا مال اليوم نفس ما سوى فرات، مو نفس فرات، مو بالضبط يعني مو نفس العمل ماله، ولكن يعني وهذا ابتدائي، هذا النتيجة. فريتنا الغالي سويت الهن ما عششن جوا، ما عششن جوا هنا نفس طريقة فرات. فرات عششن جوا وعششن فوق، فأنا ما عششن جوا عششن فوق من القلبة مالتي. شوف لمن حاليا يعني فريتنا طريقته ناجحة 100%، واللي يتبع فرات بالتجارب ما يخسر. تحياتنا الفرات. بين ما يجهز التمن المسلوق للمحمية خلوني أنظف الجرارات مال الطيور، صار طن ما منظفها. دولي بس دخن صافي على حاله، يعني ما ماكلينه أصلا. شوفوا ها هذا كله مرة. شوفوا هذا كله أكل، يعني 5% مفلس، 95 كله حبوب، يعني صاحي ما بيش. بذلك راح نفخه برا وارجع لكم. شوفوا هذا كله حبوب على حاله. شوفوا مرحلة سطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا نشوفكم اياهم ونفهمهم.
هاجر مو بن ازرقي، ما اعرف بيه هنا انا، بس اسمه هاجر مو بن ازرقي هذا يا ولد. شوف الجمال، شوف الورد، شوفوا هاي الكريستال فوق، ما شاء الله عليه. ها بسم الله ما شاء الله. اخوه الثاني اللي هو همين، لا 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 كتل، لا لا كتل، لا ها تالي، ها ها تالي، لا اي بس ما يخالف كتل. لا شوفوا شوفوا الجمال، قطعة ما شاء الله عليه، هم تكساس وبورتين، اللون بنزرقي هذا. ما اعرف بيهن. تالي اخري يلا لين اوف، تعال تعال خانتك الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، على مود اخوان ترجع الطائرة تبيض من جديد. هذا واحد اللي هو ابيض وردات خفيفة، شوفوا جماله ورداته خفيفة بس همين عنده كريست. تالية تالية صيرة آدمية، شوفوا الجمال. طبعا كلهم ياكلون هذا نفس الشيء، ابيض جرمه ابيض دبل وردات، بس وردات خفيفة لان يعتبر طفرة اللون الابيض، فماكو مشكلة بالوردات الخفيفة، وهمين كريست. بسم الله ما شاء الله عليه. هاي البقالة راح اشيلها لانه تعبت، ولو هي هاي البقالة ام الخير اللي انتجت عندنا اكثر من مرة، هو هذا الزوج، مو هذا الزوج نفسه، لا هذا الابن صار بهاي، فراح اخليها هاي البقالة الكبيرة اللي هي بقالة اللي بيها الجرار بهذا الشكل. صارت عندنا هاي البقالة فتحتها منه. راح اشيل هذا الفحل الاصفر، انا مو بطي فرصة لهاي الطائرة، فرصة اخيرة انه تنفرد، وراح اطبقها على هذا الرينبو اللي صدنا. وهذا التمن المسلوق صار جاهز، ما عليه فقط ملح بس على مود يصير نثري. بسم الله الرحمن الرحيم، ما ادري اذا طيوري ماكلاته او لا، بس اشوف اكو ناس ينطون تمن مسلوق، فانا قلت خلنا اسوي لهم. هاي الريمبو هاجرمو، حبايب القلب اللي عنده نثي ريمبو هاجرمو يكون منتج الطيرة، انا اخذها من يمه، اذا اكو اثنين انا اخذهم اثنين اخذهم. شوف ايش قد سويت تمن، يعني نتشونه، اما هذا يعني زايد زايد زايد، عرفت شلون؟ يعني هذا كلش كلش هواي، فانتم حتى سووا اقل من هاي الكمية كلش. يلا تعالوا، هل راح تاكلونه او لا؟ هم راح ينزلون عليها هسه مباشر، لانه شكو شيء انا احطه بهذا الصحن يبدون يجربون، بس هل راح ياكلون او لا؟ نزل هذا من انتاجي، ثلاثة من انتاجي، اربعة من انتاجي، جي اكلوا 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 اكلوا، لان طعمه مشابه للحبوب فلذلك اكلوا يعني. اوه كانوا يتزوجون دولي، ما شبهت لهم، ما صورت لكم اياهم، كانوا يتزوجون، بس طلعت المخاليف مالتهم الزوجه قبل، ما منتبه انا، اسمع صوت صوت غريب غريب لان القاه فوقها. الهاجر موت هنا، انا جبر فتحت له الباب، قاعد يسوي حركات الهاي الطياره، قالوا جبر فحل وهاي نثيه قاعد يسوون حركات. حبا هلا 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 يا الله يا الله يلا يا الله، لا يا الله يا الله يا الله يا الله، بعد وحيدة بعد وحيدة بروح الوالد، يا الله يا الله. ما نظفت المحمية هاي ونقلت الفرخات مال الهاجرموات هذولي، جاي ارابط وياهم اشوف ما اذا كانوا ياكلون او لا.
الفضل رب العالمين اخوان كلهم اربعتهم ياكلون ياكلون ويشربون ماي الطيور بس يعني مخربطين لان فروخ يعني مو مثل الكبار ويعرفون شلون الاكل هذا يتطشر شوفوا ها نفس امهاتهم نفس الخباثه مال امهاتهم راح تقول فراد جيب لك ماكليه اقتصاديه افشل من الفاشله الاقتصاديه كله كذب حالها حال هاي فعلى العموم انه هم ياكلون ويشربون طبيعي يعني فطامي اجى بوقته صار تزاوج مباشر وانا كنت هنا انظف واشتغل وهاي صار تزاوج مباشر ما بين هذا الذكر وهاي الانثى امهم فشفتها اليوم كله تدخل للبقال اظنها ذبت بيض بهاي السرعه فرات اي والله يمكن بهاي السرعه اخوان اي شوفوا صلوات على محمد وآل محمد صلوات على محمد وآل محمد ذبت بيض ما شاء الله عليها السبب كان وين العام ما استفادينا من عدها شيء لان كان ذكرها الاصفر فذاك يعني مو ما يلقح لا بالعكس هو ما انتجوا هذا بس مو حركي مثلا مثل ابنه اخوان يعني شلون اقول لكم قوي قوي ما شاء الله عليه عاد اراقب لكم النمو ماله شوفوا الفاخذ اخوان بسرعه يكبر انطوا اسبوع طب طير انتهى كل شيء اهم يعني مبيضه تقريبا وياها ما فرخت اقول صلوات على محمد وعلى محمد اخوان شو ذول يختلفون يا شوفون هذول شلون البيض هذا اسود يا ولد هذا منا انا اسود هذا منا اشقر هذا منا انا اشقر يعني شلون حسبانك لون احمر شوف شو الاختلاف شوف هذا اسود واضح يعني واضح معطب يعني اللي هو اللون تاليه واخري ادري بي كان شنو ترجين تنقرينهم ادري بي هذا يطلع نفطي بس هذولي لا هذولي مستحيل نفطي هذولي اظن يا اما احمر شوفوا لي اللي مربين الفاخت قالوا لنا شنو الوضع يعني اللي طالع ومراقبين هيك مواضيع حكي صحيح هذولي منا حمر او عسلي لو لا يعني نفطي عادي امهات النفطيات بس اللي باحن الي قال فرات هذولي بيهم رس مال احمر الفتنا كل هيم هذا العش كل هيم هذا العش بسم الله الرحمن الرحيم هلا بيك اذرنا على الازعاج الله الرحمن الرحيم ثبتت الجولدن على 5 بيضات اجا وقت النقل احنا شنو نسوي المربين مال هذا الطير ناخذ البيضات ماله ونجيب البنغالي اللي هو هذا الطير يعني سعره رخيص ويستخدمونه اكثر شيء للزق لان الطير حنين كلش فاحنا شنو نسوي ناخذ البيض مال الطير الزين والغالي ونذبه جوا البنغالي حتى يزق لنا الفرخات بصوره صحيحه وما يموته هم نايمين اثنيناتهم مبيضات شوفوا فنايمين هنا على البيض احنا ما رخصتكم نريد ناخذ البيض حتى نزرق بيض الجولدن جواها راح ناخذ هذا البيض نذبه جوا الجولدن انا اريدها الزق يعني انا اريدها ترجع الزق لان اذا ما زقت اخوان وما طلعت افراخ راح تقطع بيض ليش لانه تعرف انه انا بقيت بيضاتها اما اذا اراوس بيض ببيض راح تكون المساله طبيعيه عندها نسيت لكم البيضه مال الفاخته ما شاده الثالثه مال هاي الافراخ بالنسبه لطريقه شيله البيض او نقل البيض فنستخدم الخاشوقه لان هذا انا صممته وسويته فالطريقه هي بالملعقه يعني بالخاشوقه هذا الشكل اها بسم الله الرحمن الرحيم هنا شوف العمليه شلون شوف ايش قد بسيطه العمليه بس والله العظيم اخوان ضيعت موسمين كاملات ما اعرف الشغله ما حد يرضى يحكي من المربين ما حد يرضى يحكي انه اكو طير بنغالي والجولدن هاي وضعيته وما ادري شنو واقول هسه يزقن وهسه يزقن وهي الوضعيه كلها شنو انه تجيب بنغالي وتكاثر هيك وهيك يعني يعتبرون انه سر وما ينطونه على كل انا اعطيكم اياه بالمجان فهسه ذول البيضات هنا اللي هم بيضات البنغاليات نجي من هنا نسحب البيض مال الجولدن يصير شوي اكبر
واضح الشد عليه طبعا، هاي هسه منها شادة وهاي شادة عندي مبينات، راح افحصل انا هسه همين واجرب. هذا هو بيض الجولدن صار هنا، وهذا بيض البنغاليات يصعد ويا بيض الجولدن. اربع بيضات جولدن شادات، وهاي بيضة جديدة، فخير وبركة ما شاء الله. نفس الطريقة حطيتهم بالخاشوبة، لاني خمس بيضات مال الجولدن. يا محفوظين سلامة، هي هاي حكاية التنقال. لان ممكن انه هسه يدخل عليهن ارول ويبلع البيض، ومن الممكن انه اساسا يخرب البيض وما يكتب لك الله رزق، فالارزاق بيد الله. الطيارة الخشنة قلت لكم عليها، شوفوها بسم الله ما شاء الله عليه. تعي الحجم مالها شوفوا طيح، بسم الله ما شاء الله عليه، شوف الحجم بسم الله. خمس بيضات كلهن شادات، خمستهن البنغاليه اللي بهذا البيت ذابه خمس بيضات. الطيور مو معدلها الذب خمسه، وانما حسب الظروف الملائمه، مرات خمسه مرات سته مرات اثنين مرات ثلاثه مرات اربعه، كل طير حسب طاقته الانتاجيه للبيت. هذني الخمسه ونحط هذني الخمسه. البيض كله اسود، فالدليل انه يريد يطلع، بس ما ادري ليش عندي احساس انه البيض خربان. خلوني افحص واشوف. واحده فقط خربانه اللي هي هاي اكبر وحده بيهن. البيض كبار لان حجم الطائرة كبير، فالبيض مراتها كبار. هذا الشكل صار البيض هنا، شوفوا هذا ينفتح وينسد. تذكرون هذا العش اللي بنيناه من القصب؟ بسم الله ما شاء الله، حاليا صاروا به فرخات، وصار موعد التحليق مالتهم بحلقات المحلات على محمد كبرانين، ويعني بدوا يطيرون، خليتهم هنا لان ما سيطر عليهم. تنسوا كالسيوم، هذا واحد اتوقع هذا ايزابيل، يا الله ادري بيك ادري بيك ايزابيل، ما شاء الله عليه، يعني اظن حجم متاخر على التحليق مالتهم. راح احاول اذا قدرت قدرت، ما قدرت بعد فاتهم التحليق. شوف ايش كلهم شلون صارت، هذا نورمال، هذا ايزابيل، تعال يلا خلينا نشتغل. مو ادري بيك انا تركضين وراها ترقين تكتلين هنا، انا مو ما اعرف شنو قصتك. هذا الثالث همين نورمال، بسم الله ما شاء الله، اثنين نورمال، يا الله عافيه بتالي عافيه، يا الله ذكر الوادم يا الله. الواحد تحلق اللي هو الايزابيل، بسم الله ما شاء الله عليه، يا الله يا الله بس سالفه من قاعد احلق بالوادم متنقرين بطليها. حلقتهم ثلاثتهم بحلقات المحميه، وراح ارجعهم لبيتهم. ما شاء الله عليهم شويه حجم لا باس به، يعني تقريبا افضل حجم، لا مو افضل حجم، افضل حجم طلع عندي. انا الزوج اللي سوينا هاي الدويريه بوحده من الحلقات همي، شوفوا قاعد تركزون انه البيوت اللي بنيناها هذا من القصب الطيور عشت وفرخت بها مباشره، عافت كل هاي البيوت. فهسه هنا انا عندي فرخين وبيضه، من جيت تور اشوف انا تشيك لقيت الجولدنه نايمه بي، وطير ثاني طار ما انتبهت له يا هو، فاظن راح يسوون نفس الشغله اللي هو مال هذا العش لما عافن البيضات هنا وفقسن وما حزقهن وشمرتن هنا وزقوهن. ما اعرف ليش هذا الزوج خنيف ويخاف اذا اجى طير ثاني واخذ عشه بعد ما يتدنى ما يحارب ويقاتل عليه. بالقلب هنا صار عندي تفقيس مبكر، يعني شنو؟ يعني من بين كل البيض مال الوجبه كتكوت واحد فقط فقس اللي هو هذا. هسه شنو السبب؟ السبب يكون مرات انه هاي البيضه نفسها ام الكتكوت كانت جوا دجاج فشدت هناك، او مثلا كانت هي هنا وشدت هنا لانه مثلا توفرت رطوبه وحراره مناسبه وشدت، فيصير تفقيسها قبل خوانه. هسه هذا كله انا قبل لا انزله قلت والله خلنا تشيكه، ماكو ولا وحده منقره، اي ما معناته انه هو سابق المجموعه. بهاي الحاله انا ما عندي اي خانه جاهزه لاستقبال الكتاكيت، فتعالوا خلنا اقول لكم مشروعنا الجديد اللي راح يصير مال الكتاكيت. حبايب القلب عندي هاي الخانات ما مستفاد من عدها شيء وشامرها هنا، شني اللي راح اسوي؟ خلوني اسويها قدامكم عفوكم. هسه من الخانات هسه نرجع لهن. انا شنو كانت فكرتي لهاي الخانات اللي حطيناهن هنا وسويناهن؟ قلنا انه مات حقه شلون ما يموت. هذا واحد من الكتاكيت او الفروجات اللي كانت هنا، وبعدين شلناه منه ونزلته هناك جوا. بس اللي صار
انه القمل غزا جسمه، غزاه بشكل دمر طير دمر. فانا حاولت اعالجه ولكن لحقت عليه يعني بالاخير. فبعد بالاخير اخوان الطير لو تحط روحك بروحه للاسف مات يعني. بعد قلت هاي الخانات وش نسوي بيها؟ قلت اذبن هذا واذبن هذا وعلى هاي الحطه مالتها وبيض اللي موجود عندنا اللي قاعد يفقس انزل لها قلوب منه، ونزل لها قلوب منه، ونزل لها قلوب منه، ثلاث قلوبات، ويصير هذا كله حاضن للكتاكيت. شنو رايكم بهاي الفكره؟ افلش هذا يا محفوظين سلامه واشتغل هذا للكتاكيت والتفقيسات الجديده. بواي بالقلب رجعت لكم، توقفت عن العمل سبحان الله. تون شنو قلت؟ قلت انا هسه بلشت هذا انه بهاي الكتاكيت وين اوديها؟ فبعدين اقترحت قلت انا من اكمل هاي الخانه اذبهم هنا. صاح علي الوالد قال يبا تعال متابع يسح لك بالباب. اجيت قلت له ها تفضل. قال اريد الكتاكيت اللي ناشرهن كلهم. قلت له الكتاكيت؟ قلت له اجيت بوقتك خايب. شيلهم واخذهم كلهم وبقيت بس هذول اللي قلت لكم انا اريدهم هذولي. يا محفوظين السلامة فتحتها صارت خانة متكاملة. هذا الوضع أقدر أسويه على كبرى حاضن، حاضن للكتاكيت. طبعا يتغلف من الظهر أو الظهر راح يصير على الحائط، يتغلف بس من الأمام ومن فوق عندي فيبرة راح أطلع فيبرة. محفوظين السلامة قوة قاعد أصور لكم وقوة قاعد أنشر الفلاونزا نوب التهام بالحنجرة صار عندي نوب. هسه هاي العين سبحان الله ما أدري من الفلاونزا ضربت علي همين قاعد الوضعيه كلها مخربطه عندي. قوه قوه قاعد اصور لكم يا دوب اريد بس اطلع الحلقه ما اقدر اشتغل ما اقدر اسوي شيء. عرفت شلون؟ فاحاول قدر المستطاع انه احاول اشتغل حتى بس شويه تروح من عندي. بس الانفلونزا كلش كلش قويه وقاعد تسوي مضاعفات علي. على كل نستمر بالعمل وين ما نقدر. ها هي يا محفوظين السلامة صار عندنا خانات اثنين. شوفوا الخانة اللي كانت هنا لأنها كانت بالطرح القفرات هاي الهوسة سويتها وسويت ما ادري شيني جات من البداية. خوب مخليها على الطول وثلاث خانات احسن لك يا ولد. الثلاث خانات صغار كلش صغار. شوفوها يعني هسه شلون اوصف لكم شلون توصف لنا يعني بعد يعني هذا حجمها هذا فصغير ولا مات يعني ما تشيل كذا. اما هسه وسعت بالكامل. شوفوا صار حجمه تقريبا متر. اي والله يمكن بيه متر. فعلى كل راح يصير هذا هو هاي خانه وهاي راح يصير قاعدتها بالعروض. بالقلب دقيت خشبه واحده هاي مال باب وراح اتركها لانه بعد العين ما قامت تساعد. بعد فيديوين ثلاثه انا جوز اتوفى بعد ما ظلوا ياكم. فان شاء الله بنرجع لكم باكر ويا تكمله الحاضر. توفي اليوم عفتهم بالمزرعه لان اليوم طلعنا سفره فاخذناهم ويانا بالنهار. راح تشوفون هذا الفيديو بالقناه الثانيه اللي هي قناه فرات نظار راح اخلي لكم رابطها باول تعليق.
قبل لا انام اجي اتفقد كل الحيوانات، مثل هسه هذولي هم مخلصين اكل احط لهم اكل، هذولي هم مخلصين اكل هم احط لهم اكل. اخليك اكل للجماعه، النوبه اجي اسحب البيض. هذا الروتين اخوان يومي، لان الطيور راح تحتاج هيك مواضيع خاصه اذا انت مربي طيور كلش هواي. هذا هو بيض الدجاج، هاي بيضه بيها دم، اي ما معناته هاي فروجه جديده من فروجاتنا ذبت اول بيضه لها. الله سبحانه وتعالى اخوان مرات اذا يريد يرزقك يرزقك وانت ما تدري، القدر ما قدر. تذكروا وتتذكرون هاي الحكايه مالتي، جهزنا 15 فروجه للموسم وقلنا هاي الشتوى فقاستنا ندخل بيها دخله مو طبيعيه. سبحان الله، هي كمله المحميه اللي بنيناها فوق التو نشتغل بيها، وشلت الفراريج ذبيتهم بيها، يوم ثاني كيرهن ماتن، لكن الله سبحانه وتعالى عوضنا وصارت عندنا هاي مال الموسم هذا، هاي واحد وعندنا هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة تقريبا بين خمسة أو ستة عوضا علينا، والحمد لله وشكري على الإنتاج لا بأس بي، مشي أمور الفقاسة والمزرعة. إنه هاي البيضة همين مال فروجة ثانية جديدة، الفراريج بلشت تبيض، هسا عندنا فروجتين. أنا من أقصد لكم أقول لكم يا محفوظين السلامة، مشروع 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 تربية الدجاج، مشروع تربية الطير الكذائي، مو اقصد اخوان دجاجتين لو ثلاثة لو اربعة لو خمسة لو ستة لو سبعة لو ثمانية لو تسعة، لا اخوان لا، انت اقل شيء يكون عندك فوق 50 دجاجة عرب، ولازم عندك مفقس ولازم عندك مكان، واهم شيء لازم عندك وقت فراغ حتى تداري كل هاي الحيوانات. يعني شيء الفائدة انه انت تجيب والذب وما مداريها كلها، هيك لا بيك ولا بمشروعك. عنده طيور، الفضل رب العالمين، شقد عندي طيور شقد عندي حيوانات، لكن اتمنى بعد مزرعه اكبر حتى اربي بعد اكثر من هاي الطيور. هسه مثلا تربيه الحيوانات، اليوم الناس انا عودتها انه تستهلكها للاكل، علمتها انه البيض نستهلك البيض. شوفوا هذا البيض، هسه احنا اذا اقول لكم انه صار لنا بالسنتين ثلاثه بالبيت احنا ما مشترين بيض نهائيا، خصه هسه الطبقه مال البيض صارت ب 8000 دينار، هسه صارت بثمانية، كانت الطبقة بثلاثة وبأربعة. جيب انه الفقير منين يجيب، بينما اذا انت مربي دجاج بالبيت والاكل الزايد تنطي لهم، شفت شلون؟ ما راح تشتري بيض وراح تستغني عن هذا الموضوع، وراح البيض يفيدك، الديوشة اللي تطلع عندك زايدة تفيدك ذبح للبيت. فانا اللي اريد اوصله لكم اكتفاء ذاتي، لكن المزرعة صغيرة، لكن الحمد لله والشكر مشي الأمور الحمد لله. أجي دور السمان الكبار اللي نقلناه بالحلقة اللي فاتت، ما عندهم ماي، خلي نخلي لهم ماي وأكل، عندكم أكل، بيض ماكو، أي حاليا السمان قاطع بسبب التشحيم. جزاكم الله والخير، هاي دخلتي من أهد البارحة بعد ما اشتغلنا شوية بالحاضن مال الكتاكيت. المرض هدقني هدق كلش، اخذ كل مستحقاته من عندي، فبعد ما قدرت اصور لكم اي شيء ولا هسه بي حيل اصور لكم، بس بالقوه قمت وقلت خليني اصور، وهمي ان اتفقد شنو اللي صاير ما صاير بالمحميه، وانطي اكل اذا كان اكو اكل ناقص او فشي، وخلونا نسوي فره سريعه. والله بدي ما اقطع وياكم ونكمل عمل، بس يعني همي الواحد يمر بمرض يمر بفد شيء. الفرخ الاحمر ميت، ينغت اثنين كان ذات العش، لكن ميت، ما اعرف من حشر وميت او ما عدي انثى وافراخ بعمره. هذا الفرخ هنا كبير، شوفوا يعني على باب انه يطير، انا ما تعد والله كيفنا بي اللي قاعد يصلي. وتعالوا اشوفكم ايش قد عندنا بيض مال سمان ملكي جاي رقدا عليه وما جاي يطلع. شوف شوف ايش قد هذا كيل سمان الملكي يا محفوظين السلامة، يحتاج عناية يعني غير العناية بالسمان العادي وغير العناية بالكتاكيت.
بس هو بقد ما هو ناعم يحتاج مكان اصغر، يحتاج مكان بعد ادفه، يحتاج اكل بعد انعم، عرفت شلون؟ احمل على حطته البارحه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا اليوم ما عندي مجال، يعني بس مريض وما نايم، ما اقدر اخواني، يعني تاذيت حيل حيل، سبحان الله انه انفلونزا عجيبه غريبه طقتني. يلا عوافي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محفوظين السلامه، البيض بلش يفقس. بسم الله ما شاء الله. هسه توني مرابط ويا انا، فبدا ينقر، وقاعد هسه انا انزل عن القلاب. هاي واحد شوفوا منقر، هاي اثنين منقر. بالنسبه للرطوبه، اللي يسالون على الرطوبه، فرات شنو الرطوبه بالفقاسه؟ اخوان الرطوبه 66 66 جاي اخليها. يعني ايش ما بيك التزود رطوبه وقت التفقيس؟ هي طبعا مو بكيفك التزود، ملاحظ اخوان مو بكيفك، لكن هي اكو طرق زيد بيها الرطوبه مال الفقاسه، مثلا تخلي سفنجه ومن هاي الامور اللي دائما احنا نسويها. بيض الوز 35 يوم الى 28 يوم، فسالفته تبطي يعني مو هسه تقول فرات شاب بيض الوز نزله مشي، لا بيض الوز يبطي. هذا الكتكوت فقس قبل هون، فلذلك باكر راح يروح للحاضن مال السمان. شوفوا ما شاء الله عليه. ولا اقول لكم تعال 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 امشي للحاضن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حياك الله. صار له اليوم ثالث او يمكن ثاني من فقس، فهسه هو مستعد انه ياكل ويشرب. وانا مسولفك على التغذيه مالتي بالنسبه للكتاكيت، يعني مباشره ماي وبلت مباشر، ما اخلي لا دبس ولا فشي، لا مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحتها فتغيرت الحراره والرطوبه، حاليا 42 والحراره 31، تاخذ لها تقريبا 10 دقائق وترجع تضبط نفسها من جديد. شوفوا الرطوبة مباشرة صعدت، مباشرة 50. كم الله بالخير. خلونا نطلع ام رقيبة، ولو مو وقت مناسب، بس خلونا نطلعها شوية بس تفرفر بجهالها. اوقف اوقف اوقف، راح ينزلون وياك. قبل لا تعالوا ادي اشوفكم اياهم شنو وصلوا. ما شاء الله عليهم. حسن انه بهم ديك واحد والبقيه كلهم دجاج. راح اصعدها ام رقيبه بقفص السمان اللي نزلناه من عندهم، لان هنا أنا ما تنجي. ايش قد اشتقينا لهذا المشهد، ايش قد كانت عندنا دجاج كريمه وبت كريمه وفتون وسعديه ودبس وغيرهن وحليمه، ايش قد فقسنا، ايش قد سوينا. بس اخوان ما اقدر اعيد بعد هاي الشغلات هنا. ليش؟ لان هسه هذا الدجاج شوفوا راح يجي مستغرب هاي شنو الكتاكيت، راح يبدي يتعارك ويا الام. شوف هسه انا راح يتعارك. ليش؟ لان هاي تحافظ على كتاكيتها. ديوتها تجي تريد تتزاوج ويا هاي الدجاج ام الافراخ، ما راح ياخذن حريتهن البقيه، هي راح تقتلهن على الاكل على الشيء، هسه لانه صار لها فتره ما طالعه. فهاد اشوفون هسه شوي لا راح تسودن، راح ابقيها ان شاء الله من هنا لليل هنا انا ويا الدجاج واراقبها، اذا ما عليها شيء ولا تعاركت والافراخ طبيعي الموضوع اعوفها. هذا يا محفوظين السلامه نكون وصلنا وياكم الى نهايه حلقتنا مال اليوم. لا تنسون والدينا من الدعاء، ولا تنسون ان الله يكفينا الشر بني ادم. اودعناكم.